وش يقول ابو علي؟
مدينه
واحد ضد واحد مو قاعد يروح. هني هو واحد ضد واحد مو تسليم المفروض. يلا يلا اوكي قاعد يخلصها بس يعطي حق لاعب يلا شباب جيتوا 3-4 تفوزوا شباب بيقولوا 3 لا تتهاوش يا الجمهور نفس ذيك المرة. أقول لا تتهاوش يا الجمهور. واحد صفر. خالد. لا تستعجل لا تستعجل. يلا يلا العملية طويلة ليه؟ العب الروح. يا
خلصت المباراة تو جاي؟ خلصت المباراة يعطيك العافية. ما قصر سيد ناقلة نشوف. سيد يا قصر سرعة. الله عطنا عن التسلل. لا تحرير طلعها
لا 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 لا
يلا يلا يلا
يلا شيل لعبنا يلا 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 يلا
يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا
يا رجل
روح له روح له Thank you.
Allah Allah Allah
نتيجة 2-1 لصالح نادي الشباب. 2-1. الدقيقة الآن 20 من الشوط الثاني. Come on, 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 come on
يا
شغلت مرت 35 دقيقة على زمن الشوط الثاني والنتيجة 2-1 لصالح نادي الشباب. Come on!
ربع ساعة متبقية على زمن الشوط الثاني ونهاية المباراة والنتيجة 2-1 لصالح نادي الشباب. باقي 5 دقائق على الشوط الثاني ونهاية المباراة والنتيجة 2-1 لصالح نادي الشباب. داخلين على الدقيقة 40. الشباب مصلحة الرجال.
هدف التعادل لنادي مدينة عيسى. مدينة عيسى يضيف الهدف التعادل في آخر دقيقة. في آخر دقيقة من زمن الشوط الثاني والمباراة. هدف التعادل لصالح مدينة عيسى عن طريق يوسف. يوسف يسجل هدفين في هذه المباراة. هدفين لهدفين. اثنين اثنين. و الوقت الاصلي انتهى. نلعب في الوقت بدل الضايع. نلعب في الوقت بدل الضايع. كم رفع؟ كم رفع؟ ما أنت أنا ما شفته ذا. هدفين لهدفين ونلعب في الوقت بدل الضايع. هدفين لهدفين تعادل. حمامة دخل. دخل الفوري. Thank you.
النتيجة 2-2 تعادل. نعرف الشوط الثاني والوقت بدل الضايع. حكم المباراة يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة والنتيجة 2-2 بين مدينة عيسى ونادي الشباب، وإلى اللقاء.